السلام عليكم. السلام عليكم. شو راكم اخبارك؟ بس ليس لسلامتك. الله يسلمك. شراك شبارك بس عيسى، قلنا كلمة حول قضية عامر قريش. والله رانا واقفين هنا مع الأحرار مع شباب ورقلة، شباب ورقلة الغيور اللي منذ أن عاهدناه غيور على وطنه وغيور على المناضلين نتاعو. عامر قريش غني عن التعريف. عامر قريش إنسان غيور، غيور على الوطن، غيور على ورقلة وغيور على الجنوب، إنسان ناشط حقوقي، تكلم على المطالب الاجتماعية ومطالب يعني بسيطة كان في مقدور السلطة أنها تتناول هذه المطالب وتحل مشاكلها بطريقة اجتماعية. إحنا رانا هنا واقفين معاه وعندنا ثقة في الناس النزهاء والخيرين في جهاز القضاء، وإحنا نتمنى أنهم يعيدوا النظر في الحكم اللي صدر في حقه، وبإذن الله إن شاء الله نشوفوه حر طالب ويكمل مشوار النشاط الحقوقي. إحنا النشاطة هذا نحتاجهم، أي ولاية في الوطن تحتاج المناضلين تاعها، لأنهم المناضلين والنشاطة هذا هما اللي عاونوا السلطة في حل مشاكل المواطن البسيط. وصلوا إيه؟ على بها إحنا النشاطة وصلوا الرسالة. إيه وصلوا الرسالة، هما همزة وصل بين المواطن البسيط ولا والسلطة المحلية. النشاطة هذو راه عندهم مكانة كبيرة، عندهم مكانة وعندهم دورهم دور فعال، لذلك احنا هنا في ورقلة نحتاجوه. الناس كما عامر قريش نحتاجوهم أحرار يكونوا البر، ما لازمش يكونوا في السجون. السجون مكان المجرمين، مكان حثالة المجتمع، وكان في السجون مع احتراماتنا المساجين كاينين المظلومين وكان اللي راح بغلطة، لكن السجن في الأساس السجن دار على جال الناس اللي ما همش غير صالحين للمواطنة، هما اللي داروا في السجن. أما الناس الفاعلين في المجتمع المدني كما عامر قراش هذا مكانه فوق الرؤوس، من المفروض يتحط وسيط ما بين المواطن وما بين السلطة، همزة وصل بين المواطن والسلطة، ما يدارش في الحباس. صح. عامر قراش خلاصته ما هيش في السجن، خلاصته إن شاء الله يكون حر طالب، وهذا واش نتمناه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك سيد بشير. كلمة برك حول عامر قراش، وحكي لهم على الخلفية تاع عامر قراش، مطالب تاعو من قبل كاع، وكان يخرج كيفاش كان يخرج وكيفاش، وشنو الحوايج اللي راه يدون فيها عامر قراش. هو صوت الشعب. عامر قراش ضحية منظومة ازدواجية المعايير. عامر قراش الخاص والعام، المعيار الجهوي والمعيار الوطني، يفقه جيدا أن عامر قراش مناضل ثائر اجتماعيا، مناضل رفض المعيشة هذه اللي راهم عايشينها، مناضل رفض الجور، مناضل سعى المطالب جهوية ومطالب وطنية. المطالب الوطنية تتمثل في العدالة الجهوية من تأتي من راس إلى تأتي المسان، ومن تأتي ندوف إلى تأتي زيوزو. سعى لتكريس الوحدة الوطنية، سعى لمبدأ تكافؤ الفرص، سعى للمساواة، سعى لاستقلالية الأجهزة والمطالب الجهوية. عامر قراش ناضل على جال المطالب الاجتماعية بحتة، ناضل على جال البنية التحتية، تغيير البنية التحتية، على جال الميدان الصحي، على جال المستشفى الجامعي، اهدر على الجامعة، اهدر على مطالب مشروعة الخاص والعام يفقه أنه مشروع.